السلام عليكم خوتي المشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني نتمنىكم احبابي تكونوا على خير وبخير. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يلقاكم في الصحيحه وفي السلامه يا ربي. كما كتشوفوا هنا راني بديت معاكم، العزاز ببياضه. دابا راني كنبيض البيت اللي بغيت نديره ان شاء الله الا كتب صالون. راني كنبيضه اخوتي من السقف، وعرفتي راه اصعب حاجه العزاز هما داك السقف. نقدر نبيض الحيوط يجوني ساهلين، ولكن السقف صعيب، صعيب العزاز بزاف. كيما قلت لكم العزاز راه يعني صعيب، والفيديو راه فيه الصوت الاصلي، ولكن ملي جيت نمونطيه لقيت ان الصوت ما فيهش. يعني ما عرفتش شنو السبب، واش كان حامد يعني قايس الباف ولا ما عرفتش اخوتي. ملي بغيت نمونطيه ما لقيتش فيه الصوت، وما يعني تبارك الله راه كان فيه واحد الجو اللي رائع، وتبارك الله عليكم العزاز. المهم هذه هي بياضه. دابا راه كنوريكم راني معلي على البوطه وعلى الطوبيه. عاد لحق السقف حيت عالي بزاف اخوتي. وبياضه هي هذيك، يعني مع المده بالغبره يعني مع المده الحيط كيتوسخ، حيت بياض كيخصك تعاوديه بياضه اللي هي عندنا بحال تراب العزاز. دابا راني كنضرب جهه، كنضرب الحيط وجهه كنضرب السقف، وغدا قد قد يعني كان جايه مع الحيط كامل، جايه مع البيت كامل تبارك الله. ايوا اخوتي الله يسهل عليكم. ويعني بزاف ديال الناس كيقولوا لي شاركي معنا مريم، يعني شاركي معنا كيفاش كديري تنظفي دارك، الدار ديال التراب بغينا نشوفو كيفاش تصاوبيها. فانا العزاز دائما كنحاول نلبي طلبات ديالكم العزاز الغاليين على قلبي. وكما كتشوفوا دابا راني مازال حايره. حميد راه غادي يمشي يقضي شي شغيل، داكشي علاش قلت له صورني عاد سير. دابا راني باغا ننزل وخايفه. عرفتي ديك النزله؟ والله اخوتي يعني اش غنقول لكم، نازله وخايفه لا نطيح. الله يسترنا ويستركم. انا هنايا نزلت راني تا نهضر اخوتي العزاز، وكان يعني كنشرح لكم بالتفصيل. يعني الصوت الاصلي راه ماشي هو انني عاد نولي نهضر. وتبارك الله عليكم العزاز، راكم عزاز وغاليين اخوتي. بيضه شوفي كي رده ليديا ما مخلياش فيا. ان شاء الله غنشارك معكم البيت ديالي الا كتاف كيفاش غيجي، وغنحول له الفريج ديالي ونقيه. وهادشي كامل اخوتي بالفضل ديال الله سبحانه. الى يعني انا كنحب هادشي، كنبغي يعني نخمل كاي مرة في دارها وننظف. ومني كنصاوب شي جهه الا كنفرح وهنا يا اخوتي راني حولت باش نبيض الجهه الاخرى. راني كنقشب انا وحميد. والله اخوتي لا بقى فيا ملي مشيت قلبت على الصوت، زعما ملي بغيت نمونطي بغيت لقيت بلي الصوت ما كاينش. والله اخوتي لا بقى فيا، راني كنقول لكم باي باي. وتبارك الله عليكم العزاز الغاليين، الكرسي ما بقاش فيه، يعني راهني مكرفصه ديال بصح قسما بالله. ديك بياضه كتهود لك مع يديك الا حتى كتحس بيها وصلت لك لظهرك. ايوا ماشي مشكل، ماشي خساره، بنادم هاد الساعه دايزه الحمد لله. كنشارك معكم اي حاجه اللي كنديروها في العروبيه وكنديرها في داري، كنحاول نشاركها معكم العزاز ونقربكم من حياتي. الله يسهل عليكم العزاز، ولايك وكومونتير كيف العاده. واللي ما ابوني اللي ما ابونيش معايا يدير ابوني العزاز. هنا راني كنشوف راسي تفكر شنو كنت تنقول. الله يسهل عليكم العزاز عليا. يعني ملي كتنظفي مزيان، يعني ماشي بحال نضرب غير الحيوط ونخلي السقف، كتجي الحمد لله كتجي ناقصه شويه. فانا قلت زعما غنضرب تماره، خليني نحيد عليا السقف ونحيد الحيوط. ولكن اخوتي والله الا لكليتها في صحتي، والله ما تنكذب. دابا كنحس بكل شيء تيزدح عليا، باغا غير ارتاح. يعني كي ساليت زعما البيت راني كنمونطي الفيديو ان شاء الله الا كتاب نحطه. وهذا الشيء اللي كاين العزاز. تبارك الله عليكم العزيز الغاليين ديالي، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنىكم الحباب تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. المهم العزيز هذا هو البيت. والله اخوتي لا طيح لي الكساف ديالي، طيحهم لي. راني بيضته من السقف ومن الحوائط والحيوط وقصصته ودرت له حشاكم الزبل في الارض. دابا راه نقي، الله سلامات ان شاء الله. غادي نعين حميد يجي وغادي ندخل له الفراش ونقادوه ونتولوه ونشارك معكم النتيجه النهائيه. يا احلى ناس، تبارك الله عليكم العزيز الغالي. الله لا مريم، تبارك الله عليك. الله لا والله ما عندي ما يسالك، الله يعطيك الصحة وصافي. الله يخليك صحة حسك. كتعنيني في أي حاجة، مانيش تعنيني.
والله الا بالله شوف دابا ما يبقى يدي حتى واحد صافي والله الا كتعنيني بالله باي حاجه خليت مسكينه غا وحديتها وشفت انا خديت شغالي وهي سالات بوي ديالها اسيدي ما عندي ما نقول لك مريم وصافي الله يجعل ربي يخليك ليا ويطول لي عمرك ربي يخليك كبير الله يسرك تبارك الله وصل عليك يا رسول الله كي جاك الشغل ما زال معايا تفرج ان شاء الله وتشوفك عيولي داير تقصيرة قدام البيت ما فيش تقصيرة هو القياس ديال هاد البيت قدوك دخلة شحال يكون فيه بالمتر هذا راه فيه شي 14 متر ولا وين هو 14 والله ما خصك عليه خصك كله كله داكشي ماسكون لا والله داكشي ما يكون ما تقولش 14 متر دابا نعمرو والله تنعمرو بالله على الهضر ديالك هذا الشيء ما يكون امري دابا غنحاول نقاد هذا الشيء لا لا داكشي هو والله الا هو هذاك بالله دابا دخلنا على سهره باش نفرشوا ان شاء الله البيت جبتي القنيسة مري شويه عندك ليه هذاك جبتي صويليني صويليني هي السحابي دابا غادي ندخلوا الغزال ان شاء الله يا احلى مشاهدين تبارك الله كي ولا البيت يا ربي ولا غزال راه رقبتيني ولا غزال شوف الصور اللي جيتي البارحة انت خرج زوين يا ويلي انا مزينة صافي بسم الله يا ربي هذاك راه مسقيق ليه شوية حاول لي على الحيطة حامد اتونسيون اتونسيون ولقى شي خبشة في شي حاجة اللي هادي ما عاوش ولادو اجي تلتالي قول لي اللي ما عاوش ولادو شوف اجي تلقطة اخيرة اللي ما عاوش ولادو شوفي يا شوف شوف ما تجيش تا كتقرر تطلع الكتابة وتقول لي اللي ما عاوش ولادو الله يخلي لك صحة حسك انا غا كنضحك نقول لك الواقع فهمتيني الله يسهل عليك تنقول الواقع ما تنكذبش ودابا ان شاء الله غادي ما تجيبو بيتك عاوني ان شاء الله يولي غزيون ليون ان شاء الله الشليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط الظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عييت وانا يا عاد بديت ويام مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا لا مازال هو فوق تبارك الله تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي المهم دابا ساليت صويليني وقعدت الحاله ونظفت وبغيت ندي معكم فيديو في هاد القفيطين ديال الوالده الله يخلي لها ربي رزيق يخلي لها صحيحه قولوا لي واش جا معايا ولا راني غلاصقه فيه هانتوما العزاز قال لك جديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه وانا الحاجه اللي كبر مني واللي قديمه كنموت عليها اودي بحال هذا غالوحي اش من بالو جديد شوف شوف واخا تقول لي لوحي ما غنلوحوش علاش حيت انا عارفه خوتي المشاهدين غيشكروني في التعاليق قولوا لي خوتي كي جاني القفيطين واش جا معايا ولا راني كنضيع وقتي وبالنسبه خوتي الصويلين ديالي هو هذا جات الصويلين ديالنا هو هذا نضفناه قعدناه بيضناه نقي يا خوتي المشاهدين عرفتي ملي كتنقي الحاله وتنظفها وكتسالي كتنزل عليك واحد الراحه سبحان الله العظيم واخا كنضرب تنارة الحمد لله ملي كنقي ركانية وكنقي داري الا كنفرح وكتنزل عليا واحد الراحه تامه العزاز المهم ما عنديش يعني نفس الطلامات ولكن واخا هكاك بعدا راني مفرشه هانتوما العزاز هنا تقني دايره فيه واحد الليات ديال الضياف لجا عندي شي ضيف
والارض راني دايره فيها بريدزات راه هما يشاركوا معاكم السي حميد. وبغيت انا نلبس قفطان ونجلس كي داك كيبانوا في المسلسلات في قفطانهم زعما راني ونجلس انا هكا يا راني انا مولا في الدار. تبارك الله عليكم العزاز. زيد لعندي حبيبي باش يشوفوا خوتي في صافي خليك غير تماك. تبارك الله عليكم العزاز. فرحتي من فرحتكم واي حاجه كنقدمها لكم كنبغيكم غير تعاليق زوينه ديالكم معزاز وغاليين الحباب. وما نزيدش نطول عليكم الفيديو. باي باي يا ابو نامور. سلامه. سلام عليكم. يلا اخوتي تبارك الله عليكم وسامحوا اخوتكم اليوم الله يسخر فيكم اخوتي. الله يسخر. وما تنساوش تقولوا ليك تعاليق كي جاني القطيطه عندكم تنساوني. واش القفطان هو بحال هذاك البيجامه اللي كتخلى لك ماما هذيك الخضره هذيك الخضره. هذيك البيجامه باقا حيه ان شاء الله باقا تحيه. وشوف القفطان شوف التراث الاصيل قال لك اللوح قفطان ماما. دابا هذا قديم هذاك القفطان قديم هذا. دابا هذا قديم هذا القفطان. شحال دابا دابا تكون عنده هذا؟ باش عرفوا قديم من هذا الجحليله هذه. ما بقاتش هذاك الطرزه كاع هذا الساعه. كاين شي تصويره تاعها. يلاه في السلامه عليكم العزيز.